دعاء الصائم عند الإفطار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وكذلك ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد.